جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة أم عبد الله تقول عندنا خادمة واشترطت علينا أن نحججها وطلبت منا أن نكتب ذلك في العقد، فلم تسمح لنا الظروف ماديا فسافرت ولم تحج. نعم، خالفتم الشرط، خالفتم الشرط في هذا. المسلمون على شروطهم، فإن تيسر أنها تأتي على حسابكم وتحج وفاء بالشرط هذا أمر واجب، وأما إذا تنازلت هي ولم تطلب ولم تطالب بالحج فإنه لا حرج عليكم في ذلك.